الشيخ حسن الله يكون حكم الصلاه في المكان الذي بعضه في وبعضه شمس. الجلوس بين الشمس والظل منهي عنه سواء في الصلاه او غير الصلاه، حتى لو نمت جعلت راسك مثل في الشمس ورجليك في الظلال او بالعكس فقد نهي عنه. لكن لو فرض انك قائم تصلي والظل يمشي حتى كنت بين الظل والشمس، فالظاهر ان شاء الله انه لا شيء فيه، لانك لم تتعمد الجلوس بين الظل والشمس.